عن الحمد لله النهارده احنا عملنا تدريب كامل ثلاث دقايق تقريبا. لا بس كانش الهدف ان احنا نطلع خلال وقت معين او نخلص وقت معين، لا وكان الهدف هو كوتشنج وتدريب. لا قدر الله لو حصل اي حاجه يبقى كيبابل ان احنا نطلع ونطلع كلنا سيف. اهم حاجه طبعا كان تخلى المرحله النهارده اللي كان فيه جزء بنعمل فيه فاير فايتنج، كان فيه جزء بنعمل فيه ان احنا بننقذ زملائنا من جوه، يكون لا قدر الله حصل اختناق لاي حد، لا قدر الله حصل اصابه، استعنا بزمايلنا في الاداره الطبيه عشان يكونوا يساعدونا لو حصل اي اختناق لحد من زمايلنا، وبرده استعنا بالعربيه بتاعه الاسعاف الخاصه بمجموعه سويدي الكتريك. انا شايف ان احنا كلنا على مستوى المصنع او المبنى الاداري نعتبر الحمد لله ادينا الدور بطريقه جيده. انا بشكر كل زملائنا اللي موجودين، وبشكر طبعا محمدين ومحمود ومازن وكل الزملاء اللي موجودين. فرصه الحمد لله النهارده اول تجربه متكامله، كان في معانا دعم من الاداره الطبيه دكتور شادي، كان في معانا دعم من المهندس الاداري يا عميد اشرف والعقيد هاني عسل. محدش بخل عن اي حاجه، عربي كان معانا والدعم كله طبعا استاذ عمرو خاطر والمانجمنت تيم كله. انا بشكركم جدا وان شاء الله الايميل هيتبعت. اي حد شايف كومنت على التجربه اللي حصلت النهارده وفي لينك هيتبعت بالفيديو، اي حد شايف كومنت عشان نغطيها ان شاء الله في المراحل الجايه. متشكرين جدا جدا ليكم وطيبين جميعا. انا بس احب يا جماعه So it's impressive what's happened today, guys. I know that sometimes it looks like funny, we smile to see our colleague running, but this is a training done to support us and to save life. So this is very, very important. Is something that not all the company of the group are doing today. So this is something special what is happening here that the other company will copy. But again, this is a process that needs supported by everybody. So alarm means a danger for life. We need to run, we need to support the process, we need to support the colleagues that are in charge of this. That's very, very important, guys, because if we do not participate, there is that someone will suffer. So I would say compliment to the team, compliment to everybody. It was very nice. I think that those videos will be very useful also for the conference. And please go on like this. It's very important. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله النهارده عملنا تجربه الاخلاء السنويه في المصنع، والحقيقه التجربه تمت بنجاح الحمد لله، وده تكهيل للجهود اللي اتعملت الفتره اللي فاتت داخل الشركه، سواء من ان احنا قدرنا نوصل ل 1000 يوم بدون حوادث الحمد لله، وكذلك الفتره المجهود اللي اتعمل من السيفتي تيم اللي موجود عندنا داخل المصنع، والسبورت اللي اتعمل من الكوربريت، والنهارده الحقيقه كل الادارات حتى الاداره الطبيه بتاعت المجموعه تكون انضموا لنا عشان نشوف جاهزيتنا لعمليه الاخلاء وقدراتنا لا قدر الله في حاله اي اصابات ان هم يقدروا يتعاملوا مع الحالات. وبرضه استعنا بسياره الاسعاف بتاعت سويدي الكتريك اللي بالفعل قدرت تقوم
التاسك بتاعها في الوقت الملائم، وقدرت تقدر تنقل للمصابين في الوقت الملائم عشان اقدر اسافر. الحقيقه انا سعيد جدا ان التجربه النهارده اتكلمت بنجاح ومشاركه كل زملائنا في المبنى الاداري او داخل المصنع بتاع الشركه، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان ربنا ما يجيبناش اي خسائر في الارواح، لان الارواح البشريه دي هي اهم حاجه وهي الهدف الاساسي اللي لينا داخل مجموعه سوجي إلكتريك، ان احنا نحافظ على زملائنا ويرجعوا بيوتهم سالمين. شكرا.